السلام عليكم، أزف اللون، بونجور تو الموند. اليوم غادي نحضروا جينواز سامبل، سهله ماهله، بالكريمه البرتقال. كريمه البرتقال اللي حطيتها لكم من قبل. aujourd'hui on va préparer une génoise simple et rapide avec la crème à l'orange. La crème à l'orange, je l'ai mis hier. Suivez la vidéo. Ciao. غادي نحضروا مع بعض اون جينواز بذوق البرتقال. اون باغينيزي اون جينواز او غو دو لورانج. هنا عندي خمسة صفار، خمسة بياض اللي درت فيهم قبسة ملح. غادي نضرب الصفار مع السكر اللي هو 150. جو في باتخ مي جون افيك لو سوكر، سي 150 غرام دو سوكر. لي مي اون باس سيتسيل اي لا اوسي دون لي بلون اون باس سيتسيل. نضيف قشرة البرتقال. Je vais mettre le zeste d'une orange. Je vais maintenant ajouter 130 g de farine. Margarine. 125 g de beurre fondu, sinon margarine. Je vais monter mes blancs en neige très ferme. والان هذا الخليط تاعي غادي نحطه على البياض. جو في ميتر ما بات سور مي بلون دوف. هاني دهنت المول تاعي ودرت له ورق الطهي باش اون كاو ما يلصقش. جو فيان دو بيغي مون مول اي جي مي ان بابي سوفيريزي. جو في ميتر ما بات نوبلي با دو بريشوفي فوتر فور موايان 170. ما تنساوش انكم تسخنوا الفرن تاعكم يكون متوسط، يعني على 170 درجه. غادي نفرغ العجينة تاعي وندخلها للفرن. خرجتها من الفرن، غادي نديرلها شوية السيرو تاع البرتقال ولا تاع عصير البرتقال. جو في لاغوزي افيك ان بو دو سيرو دو لورانج. سي فو نافي با بوفي ميتر جو دورانج. ننزع البابيي سوفيريزي. جو في لونفي البابيي سوفيريزي. على اثنين هنا معليش لا تحفرت، لان غادي نعمرها بالكريمه البرتقال لا تعقلوا اللي درناها في البسكويت غولي. ارزيتها بالسيرو، غادي نعمرها بلاكريم ونحط عليها الديسك الزاوج. جو فيان درا كوبي اون دو، جو لي اروزي افيك لو سيرو. جو في لا رامبلي افيك لاكريم دورانج. جو في ميتر لو دوزيام ديسك. هي الكيكه تاعنا قد ما وجدت، زوقتها كيما تحبوا، زوقوها كيما تحبوا. سي تون جينواز سامبل، دونها اون كريم دو فوتر شوا، ديكوريها كيما تحب نتوما. هذا مكان شهية طيبة. هاكم كيما تشوفوا اني قطعت منها قطعة، هي جات لديدة بزاف وخفيفة. عملتها من الداخل بالكريمة البرتقال واللي بقالي درتو من الفوق، ودوك ريتها افيك لا فيرميسا تاع الشوكولا. فوالا، بون ابيتي.